بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الحلقة الثانية من شرح المعيار السابع. وطبعا المعيار السابع كما تعلمون يتحدث عن الحوالة، ونواصل حديثنا في هذا الموضوع. وللتذكير فقط كي لا يختلط على السامع تداخل المصطلحات، يعني هناك مصطلحات ثلاثة أشرنا إليها في الحلقة الماضية ونعيد التأكيد عليها، وهو المصطلح الأول المحيل. قد يتكرر مصطلح المحيل كثيرا في هذا المعيار، ومعنى المحيل هو المدين، بمعنى المدين الأصلي. المصطلح الثاني وهو المحال، والمحال بمعنى الدائن، المحال بمعنى الدائن الذي طبعا ينتقل في المطالبة بحقه إلى الذمة الجديدة، ثم المحال عليه وهي الذمة الجديدة التي تستقبل الدين. فثلاث مصطلحات: المحيل المدين الأصلي، المحيل المدين الأصلي، والمحال الدائن، والمحال عليه الذمة الجديدة. نواصل حديثنا وننطلق من تعريف الحوالة كما ورد في المعيار الشرعي، وكذلك للتذكير طبعا هنا نحن لا نلتزم يعني بمناقشة آراء الفقهاء، وكذلك عرض مختلف المذاهب الفقهية، وذلك لأن طبعا نحن في إطار دراسة المعيار الشرعي. وطبعا المعيار الشرعي أو المعايير الشرعية بجملتها عبارة عن اختيارات طبعا مبنية على اجتهادات الفقهاء، فلا تسير على ضوء مذهب معين، ولهذا نحن نسير على اختيارات المعايير الشرعية دون الإشارة إلى المذاهب الفقهية، لأننا لسنا بدراسة ما يسمى بالفقه المقارن، هذه من جهة، وكذلك لسنا بدراسة مذهب معين كي نشير إلى مختلف المذاهب الأخرى، ولكن نمشي على ما تبنته واختارته وقررته المعايير الشرعية، التي قد توافق في بعض الأحيان أحد المذاهب الفقهية على الأخرى، وهكذا حسب المعيار الشرعي. وهذا طبعا نتيجة لاجتهادات مجموعة من الفقهاء، وقد يكون لغيرهم في الساحة آراء أخرى نحترمها، ولكن نحن هنا بصدد شرح المعايير الشرعية. طبعا نبدأ بالتعريف، وذكرت المعايير الشرعية التعريف بقولها: حوالة الدين هي نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. يعني هنا عبارة عن انتقال ماذا؟ عبارة عن انتقال الدين، يعني ينتقل الدين من ألف إلى باء، ينتقل الدين من ذمة ألف إلى ذمة باء، ينتقل الدين من ذمة المحيل وهو الدائن الأصلي الذي عليه الدين إلى ذمة المحال عليه وهي الذمة الجديدة. هذا معنى طبعا الحوالة. وطبعا عند وجود الحوالة كما سنتحدث عنها وإن لم يذكر في التعريف، تبرأ ذمة المحيل، يعني هنا تبرأ ذمة المحيل عند انعقاد الحوالة، وهذا على خلاف الكفالة. يعني الكفالة عبارة عن ذمة أو ضم ذمة إلى ذمة أخرى، يعني ذمة ألف نضمها إلى ذمة باء كي يتقوى المركز المالي للشخص. وعند انعقاد عقد الكفالة لا تبرأ ذمة المدين، على خلاف الحوالة ليس عبارة عن ضم ولكن عبارة عن نقل. وبناء على ذلك فإذا تم العقد تبرأ ذمة المحيل. فذمة المحيل تبرأ في الحوالة ولكن لا تبرأ في الكفالة. إذن مرة أخرى، حوالة الدين هي عبارة عن نقل الدين من ذمة المحيل وهو الدائن الأصلي المدين الأصلي عفواً
إلى ذمة المحال عليه، وهو الذمة، وهي الذمة الجديدة التي تستقبل هذا الدين. ثم تقول: أي يتغير فيها المدين إلى مدين آخر. بمعنى في الحوالة الذي يتغير هو المدين، الذي يتغير هو المدين. فقبل عقد الحوالة زيد هو المحيل وهو المدين. والمحال هو عمر الدائن، والمحال عليه خالد. فقبل عقد الحوالة المدين هو زيد في المثال، زيد. وعند انتقال أو عند انعقاد الحوالة يصبح المدين هو خالد. بمعنى هنا الذي ينتقل هو المدين، الذي يتحرك هو المدين. المحيل المدين الأصلي تبرأ ذمته وينتقل الدين إلى شخص آخر الذي يصبح هو المدين. وبناء على ذلك ما ذكرنا قبل قليل أن في عقد الحوالة ذمة المحيل أو ذمة المدين الأصلي تبرأ، بمعنى تسقط، لا يصبح مدين. لماذا؟ لأن الدين انتقل، لأن حالة المدين لم يصبح مدينا، فبرئت ذمته، ولكن ماذا؟ الشخص الجديد هو أصبح المدين الذي يطالب بالحق. ثم قالت المعايير الشرعية: وتختلف عن حوالة الحق التي هي حلول دائن محل دائن آخر. طبعا حوالة الدين عبارة عن تغير الدين وتغير المدين. حوالة الحق يتغير فيها الدائن، بمعنى دائن يحل محل دائن آخر. هذه حوالة الحق، وهذه لا يتحدث عنها هذا المعيار، وإن كانت ضمن المسائل التي تناقش في أبواب الفقه، وقال بجوازها الفقهاء طبعا بضوابط وتفاصيل، ولكن ليست موضوع حديث المعيار، فهي خارجة عن هذا عن نطاق المعيار. ولكن المعيار يتحدث عن تحول المدين ولا يتحدث عن تحول الدائن. هذه النقطة الأولى التي تتحدث بصفة عامة عن حوالة الدين وللإعادة والتذكير، هي عبارة عن نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. بمعنى أن الدين ينتقل من المحيل الذي هو الدائن الأصلي إلى ذمة المحال عليه، وهي الذمة الجديدة. وبالتالي المحال وهو الدائن ينتقل، بدل أن يطالب المدين بالدين، المدين الأصلي بالدين وهو المحيل، بدل أن يطالب المحيل بالدين فإنه يطالب المحال عليه بالدين. لماذا؟ لأن الدين انتقل من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. فطبعا المطالبة تنتقل من المطالبة المدين الأصلي وهو المحيل بالدين إلى المطالبة بالمحال عليها وهو المدين الجديد في هذه العملية. طبعا إذا وقعت الحوالة وانعقدت بضوابطها وشروطها، هذا ما يترتب عليها. نكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية، ونراكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.